بقول لك ايه، لو حد ضربك تزعل؟ لو حد ضربني انا ما يضربنيش غير ابويا. طب في التمثيل؟ لا التمثيل اسمه تمثيل. يعني ممكن تتضرب في التمثيل عادي؟ يا ما خدت اقلام في التمثيل. طيب لو واحده ست بقى وضربتك؟ واحده ست وضربتني؟ مفيش حد ضربني. امي. لا غير امك. لا ما ينفعش. يا عم صراحه بقول لك مفيش راجل تقول لي ست ازاي. بس يا عم صراحه ايوه انا معاك يا مجد افندي. انا بس بتدور وبتلف حوالين حاجه كده. بص ما تزعلش مني. أيوة. انا سمعت ان انت ضربت ستات برضه. لا ما بضربش ستات في الحياه. ما بضربش ستات ماجد المصري. ما بضربش ستات. ماشي هفوتها لك. ماشي.